الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. الصوفية عندهم وسائل بتاعت إعلام بينشروا بها الفكر الصوفي، عندهم وسائل كثيرة عشان تقبى صوفي. ممكن يعمل له خلوة يحفظ القرآن، لكن ما بتتخرج حافظ، تتخرج تجاني أو سماني أو نقشبندي. بتتخرج أنت في اتجاه القرآن في اتجاه آخر، عرفت الحاصل؟ يعني بتخرج بدل ما ينادي الله بنادي شنو؟ نادي الشيخ. دي الخلايا بتاع الصوفية. ممكن يعمل لك عصيدة، تكون زول مهندس تاخذ العصيدة يقول لك شنو؟ العصيدة أحسن من الجداد، زي ما جماعة محمد المنتصر قالوا فات أمريكا قالوا شالوا معهم عصيدة، يسوي عصيدة في أمريكا. كويس؟ شغل عجيب. تعرف زول لما يكون صوفي بيكون شنو؟ بلي، زي ما قال لك أخونا متباسي. دي حاجة. الأمر الثالث، ودي من أخطر الوسائل بتاعتهم في نشر الفكر الصوفي بتاعهم، اليوم ادعاهم أنهم يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، بل بيتجرأوا يتهموا أهل السنة أنهم لا يحبون المدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويمشي بعد من كده يقول لك ديل بيكرهوا الرسول لأنه ما بحبوا المديح. فبيجي يلقى زول مسكين، يلقى واحد من الشباب هنا بيتكلم في قصائر الصوفية يقول لك بس كلامه صح، لا الفهم ما كده، خلي بالك كويس الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان مستلقيا صلى الله عليه وسلم، وهناك جارية كانت تمدحه صلى الله عليه وسلم، كان راقد في جارية بتقول في قصيدة شعر، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع لما تقول هذه الجارية من الشعر. أول فائدة، جواز مدح النبي عليه الصلاة والسلام. يا صوفي ما تمش كذب تكذب فوقنا تقول احنا بنقول المديح حرام، المديح ده جائز في الشريعة الإسلامية. أي ذا المسلم دار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يمدح طوالي، بل يثاب عليه. كويس؟ الدليل شو؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم استمع لمدح هذه الجارية، واستمع كذلك لمدح أصحابه الكبار أمثال حسان بن ثابت. لكن الجارية أثناء ما هي تقول في القصيدة ذكرت بيت شعر، ذكرت بيت شنو؟ ذكرت بيت شعر. القصة موجودة في كتاب النكاح، ذكرت بيت شعر، قالت وفينا رسول يعلم ما في غد. المعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب مع الله جل وعلا. هي بتقول لها في قصيدة الكلام كويس. جات قالت لها بيت، البيت تضمن لمعنى مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. طوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الجارية قال لها دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. يعني المعنى الكلام اللي هو ده كويس، لا يعلم الغيب إلا الله. وقفت طوال العمل لها شنو؟ تصحيح، صحح لها البيت. عشان كده احنا هنا عندنا دي سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، بنجي بنصحح وبنعترض على هذه القصائد التي يفهمها العامة أنها مدح، بل ولكنها ذم، لأنها تقدح فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أتعجب غايرة العجب إن إنسان يستمع لقصيدة يقال أنها مدح، ولكن القصيدة كلها مبنية على الشرك والدجل والشعوذة. كويس؟ دي المسألة الثانية، إنه إذا في قصيدة منحرفة لابد شنو؟ ترد على القصيدة دي. الباطل باطل. يجيك واحد يقول لك قوم يا خي ناديهم لي شنو؟ رجال الله البيزيل والبي، يقول لك دي قصيدة بتاع شنو؟
يقول لك ده مديح، تمام مديح ده كلام باطل. يقول لك قصيدة ثانية، البرعي في قصايده كلها مليانة بالطريقة دي. يقول لك منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، شنو باطن وظاهر. الكلام ده معناه شنو؟ معناه الأولياء يعلمون الغيب مع الله جل وعلا، وربنا قال شنو؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بيعلم الغيب الله براه جل وعلا، والأدلة على إنه بيعلم الغيب الله براه كثيرة. عشان تعرف إنه الناس ديل الكلام بيقولوا ده ما مديح للنبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة لا متعرفة. الشيء الأخير ونختم به، بيجيبوا لك شبهة، يقول لك طالع البدر علينا، كويس معك؟ ودي لابد نعلق على حاجة تانية، إنه ما أي زول بيجيب لك دليل. شوف دائما أي زول أثبت حاجة في الشريعة لابد يجيب لها دليل. أثبت حاجة، قلت في صلاة تجيب الدليل، في زكاة تجيب الدليل، كده دعاء غير الله شرك تجيب الدليل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دي آية معناها دعاء غير الله شرك بالله عز وجل، ده الدليل بتاعه. لكن أهل البدع بيجيبوا أدلة، لكن الدليل ما عنده شنو؟ ما عنده علاقة بشنو؟ بالاستدلال. زي واحد صوفي سأله قال له النوبة دي، النوبة عندها دليل؟ قال لا عندها دليل. الدليل شنو؟ قال قال تعالى وأنيبوا، قال بو دي النوبة. شفتها؟ هذا الله جاب لك آية، لكن شنو؟ جاب آية ولا ما جاب آية؟ جاب لك آية، لكن الآية في اتجاه وكلامه شنو؟ كلام في اتجاه، دي ما سألها ولا تعرفها. عرفت كيف؟ عشان كده جاب لك دليل، لابد تعرف الدليل ده أول حاجة، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه بيستدل لك بقصة بتاع شنو؟ قصة طالع البدر علينا، دي بيجيبها لك في فيلم الأفلام المصرية. عرفت كيف؟ في فيلم مصري يجيب لك الصحابي والصحابية يتلاقوا قال في الوادي هناك، في صحابي قاعد يحب تقالهم بيقروا فيه، ها؟ تقالهم في شارع النيل ولا شنو؟ والله أنا حضرت لي فيلم زمان بدري، فيلم جايبين الصحابة قال بيحبوا، قال ده طبعا شغل بتاع اخوان المسلمين كله، وكله مدعو من الكفار، احنا عارفين الحاصل، لانه جماعة الاخوان المسلمين ده من اكبر البلاء الذي ابتلى به الامة في هذا القصر في هذا القرن الحديث. والله ما ابتليت الامة الاسلامية، بعض الصوفية والشيعة بمثل ما ابتلي شنو؟ بالاخوان المسلمين. جاتوا العالم ده شد، جاتوا لنا العالم كله فاير. وذكر الدكتور محمد سعيد رسان انه جماعة الاخوان المسلمين انشأت المخابرات شنو؟ البريطانية. يقول لك داعش تحارب شنو؟ داعش تحارب قال النصيرية الشيعة، ويكتلوا شنو؟ شغالين بيكتلوا في المسلمين، يضربوا بتفجيرات ناس بن لادن. يا اخي انت اسرائيل دي ما جنبك؟ اسرائيل ولا السعودية؟ والله سميك تبقطع بن لادن بيزكي الناس، ضربوا شنو؟ برج هناك في السعودية، ضربوا كتلوا في المسلمين. جاء سألوا التكفيري قال في كافر واحد جوا هنا، يا اخي في واحد في الاف جوا مسلمين، والكافر ده ما جابته الدولة يا اخي. عشان تعرف الزول بوليد ما بيفهم. اسرائيل جنبه وايران جنبه يكتل في شنو؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون اهل شنو؟ اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. فلابد تعرف ما يزول جاب لك دليل معناه شنو؟ لابد تعرف الدليل صحيح ولا ما صحيح. عشان كده ختام الكلام هذا الحديث، قالوا القصه بتاعت طلع البدر علينا دي عشان ما يجيبوها لك في فيلم ولا يجي واحد اخو مسلم يقول لك الكلام ده صح. القصه دي ما صحيحه. انا مش ارجع لكتب السير، ما في حاجه اسمها الجماعه استقبلوا يجيبوا لك قال الصحابه جارين والصحابيات جاريات وشايلين دلاليك رب 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 دقوا، قال يعني ده شنو؟ ديل الغوم. اجي صوفي يقول لك جايزه، ما شايف يا زول؟ ما في كلام ده في الدين يا زول. الصحابه ما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه المنحرفة. عرفت كيف؟ دي كلها قصص باطلة ومنحرفة. الشيء الأخير المديح ذاته، لو بقت القصيدة سليمة ما فيها كلام باطل، لو دخلت فيها الموسيقى بتكون شنو؟ بتكون حرام.
دخلت فيها موسيقى تقول شنو؟ تكون حرام. الآن أمشي بالغنوات والإذاعات على الصوفية فرقة الصحوة ودي أنشاء واحد اسمه الدكتور حسن واطة بتعرفوا؟ الترابي جاب لهم القصيرة جاب الفرقة بتاع شنو؟ فرقة الصحوة وتلقى جماعة لابسين سيداريات وشغالين شنو؟ بيتنايص أقبل على دربنا لو كنت حيرانة وما في حيرانة أكثر من الأخ المسلم ولا ما كده كويس معاك شغالين كده النار ولعت النار ولعت يا ذا الولع شنو في صوفية في شركة بلدي شنو النار ولعت وشنو ما عارف الحج عندهم أترابي غنية بتاعت الحج والله قد يا مسلمين بالموسيقى أدوا الصلاة غنية بتاعت شنو الصلاة غنية بتاعت الحج غنية بتاعت الزكاة زمن الزكاة جاء برضو غنية للزكاة يا ذا الإسلام منتشر بغنى يقول لك الشباب ديل ما بيجوا له بالموسيقى يا زول الشباب بيلتزموا بكلام الله وكلام شنو انتوا دارين موسيقى ولا دارين ايات وحديث القران بينتشر بشنو بالايات والحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايات وكان في معازف وكان في خمره لكن انتشر شنو بالقران وبالسنه وانا اكتفي بهذا القدر وافتح الفرصه لاخونا محمد نورين ذلك وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله نلتقي ان شاء الله يوم السبت وفي محاضره مشكله في محاضرة يوم الجمعة هناك.